إبرة جديدة طالعة كده وعاملة ضجة بدون أي أسباب واضحة، ولكن هي فعليا فيها أوبشن حلوة قوي للناس اللي بتحب الدلع. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. أهلا بيكم ومعلومة جديدة. إبرة بتاعة كروشيه طالعة، هي إبرة مش شكلها مش واو قوي، ولكن هي إبرة تقليدية سهلة كده في شغلها. الهوك بتاعها أو رأس الإبرة بيبتدي ان هو تدخليه في جسم الإبرة بمفتاح معين بيجي معاها في نفس الطقم. الإبرة دي مزودة بضوء، وفي الوقت نفسه كمان مزودة بعداد تقدر تعدلك الغرز اللي انت بتشتغليها، ففيها كذا اوبشن وفعليا كويسة جدا. إبرة زي ديت ايه الميزة بالنسبة لي فيها؟ لو انا من الناس اللي نظرها ضعيف او التدقيق بيتعب عينيها، هي مزودة بضوء سلفا فمش هترهقني جدا بالنسبة للشغل. كمان الناس اللي بتنسى، او شفت حاجة طريفة جدا كانوا بيقولوا ان هما ما يقدروش يعدوا اكتر من 50 وبعد كده بتلخبطوا، فابرة زي دي هي بتعد عنك سلفا، هتكون مميزة جدا. ولكن من الناحية العملية انا مضمنهاش لسبب بسيط. لو انا هشتغل بيها حاجة هارد زي شغل الكليم او شغل الباسكت بصفة عامة، ممكن جدا الابرة اساسا راسها بتتربط، فهل في ضمانة ان الابرة ما تطلعش؟ دي انا ما اقدرش اجزم ان هي ممكن الابره بتاعتي تطلع من بعضها او لا. هي اي نعم بتتربط، ومعنى ان هي بتتربط يعني هي متينه اكتر من الابر اللي احنا بنستخدمها، بتكون ملزوقه القطع السيليكون في قلب الابره نفسها، ولكن وارد ان الابره دي تتقطم مني او تتنطر في الهواء، لان الجزء اللي فيها ده عباره عن جزء سيليكون او بلاستيكي، او مثلا ممكن يكون معمول من ريزن على حسب الماتيريال الموجودة فيها، فممكن جدا ان هي تفصل كمان مني. هي مزودة بحاجة زي شاحن كده او عداد اقدر ان انا اشحنها بيه. فهل هي مميزة جدا؟ هي مميزة جدا من جهة الفكرة ان هي مضيئة، ان هي مزودة بعداد، وده جميل جدا، ولكن ما اقدرش اشتغل بيها شغل هارد قوي. ممكن اشتغل بيها الشغل البسيط، شغل الملابس، شغل الايس كاف او الطواقي، الحاجات دي كلها اقدر اشتغلها بيها، ولكن ما اقدرش اشتغل بيها حاجة زي باسكت بحجم ضخم او تكون باسكت تقيل. ممكن لو باسكت صوف مفيش اي مشاكل، ولكن النوعية بتاع الكليم، نوعية بتاع الخيوط المكرمية في الشنط مثلا، هتكون تقيلة بالنسبة لابرة زي دي، وهتبقى طبعا محتاجة رقة شوية في الشغل. فبنسبة 50% اقدر اشتري منتج زي ده، ولكن ما اقدرش اعتمد عليه بنسبة 100% انه اشتغل بيه كل حاجة وتكون الابرة دي عملية معايا في كل الحاجات اللي انا بشتغل بيها. حتى لو الراس معدن، راس بلاستيكي، فالابرة منفصلة عن الجسم او اليد بتاعتها، فنسبة الضمانة فيها هتكون 50% بالنسبة لحاجات الهارد. ممكن تفك منك، ممكن تطلع عملية، ولكن دايما بنبص على الجهة العملية للمنتج، والمنتج ده يعني بنسبة بسيطة عملي، ولكن مش في كل الاحوال. طبعا بيجي معاها مفتاح ربط عشان اقدر اربط الراس مع جسم الابرة، وفي الوقت نفسه بيجي معاها وصلة صغيرة عشان اقدر اشحنها من اي حاجة موجودة عندي، عشان طبعا العداد واللايت او الضوء اللي موجود فيها، فبحتاج طبعا شاحن. ومعلومتنا النهاردة تكون خلصت. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. ما تنسوش اللايك والشير، ولو بتشوفوني من التيك توك او الانستجرام هتلاقوا اللينكات دي موجودة في البيو. بالنسبة ليوتيوب هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف. مع السلامة، باي.